طيب قبل ما نستكمل المادة، أنا حابة بس أحيي يعني الجمهور الكريم اللي مشرفنا سريعا، يعني كده أمر على أسماء الناس اللي مشرفتنا. طبعا نرحب مرة تانية بكابتن دهب المجراوي الحياة، كان أول واحد وصل القاعة النهاردة يعني قبل الموعد كتير. الجميلة أمنية طارق، الكاتب والشاعر محمود محمد، الإعلامي أستاذ جمال الديب، وصاحب دار نشر الملتقى صديقي المخرج حسام عزام، الكاتبة الجميلة إسراء حمودة، الشاعر والكاتب المسرحي سامح سليم، الكاتبة الجميلة صديقتي الغالية الأستاذة موفينا عيد، الكاتبة الصحفية أمل سعد، والكاتب أستاذ محمد عسكر، الشاعرة الرقيقة فاطمة الصعيدي، والشاعر الجميل المتميز مهندس شريف العائل. وطبعا رحبنا بمطربنا الجميل أحمد نافع اللي هنسمعه دلوقتي، ومهندس كمال فتحي، والأستاذة مشيرة نجيب، الأستاذ حسن سالم، والصديق الأستاذ يسري عبد الله. معنا أيضا إمام مسجد والخطيب الأستاذ عبد العزيز الحسيني، وهو من محبي الثقافة ومفوه يعني في اللغة العربية، ويعني جاي لنا الحقيقة من بعيد، فكل حلو تقدير لي، كل حلو تقدير للكاتب الصحفي الأستاذ جمال عبد المجيد من صحيفة صوت الوطن، وأيضا الأستاذة سجدة السيد من صحيفة صوت الوطن أيضا، مؤدي الصوت والشاعر الأستاذ محمد عبد الله، الشاعرة الجميلة نهى شوكة، أستاذنا الجميل أستاذ محمد عبد العوطي عضو نادي أهل مصر الجديدة، الراقية أستاذة فاطمة حسن، والكاتب والشاعر صاحب دار نشر يسترون أستاذ أمل سالم أهلا وسهلا، والندواتي أستاذ أحمد صلاح، والشاعر أستاذ أحمد صلاح أيضا، والجميلة سهر زكي، وأستاذنا الكاتب المسرحي علي أبو سالم، والشاعر الأستاذ محمد الشريف. لو يعني ما جاتليش باقي الأسماء في القائمة فعذرا وتباعا نحيي بقية الناس. وقبل ما نرجع لأستاذ عوض بدوي، فعايزين بقى نسمع حاجة من المطرب الجميل سوليست فرقة عبد الحليم نويرة بدار الأوبرا المصرية الأستاذ أحمد نافع، والحياة هيغني لنا أغنية أنا ما أقبلش، وهي ليها برضه أيضا قصة مختلفة مع أستاذ عوض. هنسمع القصة بعد ما نسمع أحمد نافع. اتفضل يا زلمة. مساء الخير عليكم، وأنا شرفني الأول أكون معاكم في أرض الغدوة العظيمة دي بجد الدكتورة شيمان، وعظيم الشاعر الأستاذ الدكتور عوض بدوي، يعني هي شرف كبير ليا. غني أغنية أنا ما أقبلش أكون إنسان على الهامش، اللي غناها الفنان يعني بحر درويش. أنا ما أقبلش أكون إنسان على الهامش، أنا ما أقبلش أكون عايش ومش عايش، أنا مقبلش أكون إنسان على الهامش، أنا مقبلش أكون عايش ومش عايش، أنا أقدر أعيش بيكي لكن صعب إن أعيش بيكي، أنا أقدر أعيش بيكي لكن صعب إن أعيش بيكي، وأحبك بس ما أقدرش أسيب أحلامي في إيديكي. أنا بدلك قعدت بحور وبدلك ظلامك نار، ولو بينك وبين بلاد
أكون قصار وضيع في قلبك المغرور. كلنا فكل التحية والتقدير للأستاذ عوض والأستاذ أحمد.